قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ففي هذه الآية أن ممن أوتي نصيبا من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت، وهذا من الإيمان بالشرك ومن الوقوع في الشرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع سنن من كان قبلهم، فسيكون في هذه الأمة من يسلك مسالك أهل الكتاب الذين آمنوا بالجبت والطاغوت. وهذا من الأدلة على أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك، ويقع من بعض أتباعها والمنتسبين إليها شرك من عبادة الأوثان ونحو ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فبين هنا أن الأمم السابقة وقع منهم من عبد الطاغوت، وهذه الأمة سيكون فيها من يسلك مسالكهم. وقال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء في أهل الكهف لما ماتوا اختلي فيهم، فقال الذين غلبوا على أمرهم. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ في أقوال، وأغربها أنهم الكبراء والذين لهم الأمر والنهي. قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. فيقعون في الشرك، فإذا كان الشرك وقع في الأمم السابقة فسيقع في هذه الأمة. ما الدليل على كل ذلك؟ الدليل ما ذكره المصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أو سنن يعني طرق وهدي من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، كما أن القذة مساوية للقذة ريش السهم، فكذلك سيكون في هذه الأمة من يتبع طرق السابقين. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ استفهام إنكار، يعني فمن؟ من القوم غير هؤلاء؟ اليهود والنصارى وقعوا، وسيقع في هذه الأمة أقوام يسلكون مسالكهم ويتبعون طرقهم. فهذا دليل على أنه سيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك كما وقعت الأمم السابقة في الشرك. ثم ذكر حديث ثوبان الطويل، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ذكر إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني من يضلونهم بلبس الحق بالباطل، علماء الضلالة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ثم قال: ولا تقوم الساعة، وهذا هو الشاهد، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي يعني قبيلة، الحي يطلق على القبيلة أو جماعة من الناس. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أمتي أمة الدعوة أو أمة الإجابة، ما الفرق؟ أمة الدعوة هم كل الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كلهم أمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين دخلوا في الإسلام.
فمن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري إجابة. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يلحقون بالمشركين يعني يذهبون إلى مكانهم أو يلحقون بهم يعني يكونون في مثل حالهم من الشرك والانحراف، هذا أقرب وهو المقصود. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا صريح، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا مطابق للترجمة، فسيعبد بعض المنتسبين للإسلام سيعبدون الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، 30 كذابون. هل ظهر 30 كلهم أو بعضهم؟ وهل ما ظهر إلا 30 فقط أو أكثر؟ إذا ما المقصود بال30؟ قال العلماء المقصود بال30 من تكون له شوكة ويظهر تظهر دعوته وتنتشر أو تعرف. أما الكذابون فهم كثير من المجانين ومن يريدون يعني أمورا دنيوية وغير ذلك، ولا تكون لهم يعني أي انتشار لدعوته. وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طائفة الناجية المنصورة باقية إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة، قبيل قيام الساعة تأتي ريح، تأتي ريح فتقبض أرواحهم، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق فعليه تقوم الساعة. فالطائفة المنصورة موجودة، أين توجد؟ في أي بلد؟ في مكة أو في المدينة أو في الشام أو في كل البلاد؟ موجودة، قد توجد في مكان ولا توجد في مكان، قد تكثر في مكان وتقل في مكان، لكنها موجودة، وهم من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك بالكتاب والسنة فهو من الطائفة الناجية المنصورة في أي مكان كان، في أي مكان كان، هم الطائفة الناجية المنصورة. من الرجال أو من النساء؟ ها؟ رجال ونساء، علماء أو عوام؟ قد يكون من العلماء أو من العامة، الذين على النهج السليم على الطريق المستقيم، كل من كان على الطريق المستقيم، كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الطائفة الناجية المنصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما الشاهد في ذلك؟ الشاهد أن هناك أناس سيقعون في الشرك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة الصنم. وهذا يدل على أنه سيقع الشرك. كل هذا رد على من يقول لا يقع الشرك في من يقول لا إله إلا الله، كل واحد مسلم لا يمكن أن يقع منه شرك، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض أمتي سيتبع يعني سيعبد الأصنام والأوثان، هذا قد يقع. قد يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، نقول نعم هذا حديث صحيح، ولكن لا يدل على أنه لا يقع شرك، هو أيس لكن يأسه ليس صحيحا، سيقع الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر وأن يحذر غيره من أن يقع في هذا الشرك. نعم.